السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وحياكم في قناتي مرة ثانية. أنا محمد. فيديو اليوم بيكون فيديو جدا مفيد ومهم، بنتعلم فيه علامات التزاوج عند القطط، وبنتعلم العمر المناسب اللي نخلي فيه القطط تتزاوج عشان إذا حملت ما تتأذى أو ما يصير أي مشاكل بعدين. خلوكم معايا في الفيديو، يا رب تستفيدون وتستمتعون، وخلونا نبدأ. ومثل ما تشوفون معنا اليوم زيتونة ورومي، وطبعا كلهم عمرهم 10 أشهر، والعشر أشهر هو العمر المناسب للتزاوج عند الإناث، لأن تحت 10 شهور بيكون في خطر على الأنثى وقت الحمل، ممكن ما تتحمل وممكن تواجه يعني مشاكل في وقت الولادة مثل النزيف، أو إنها ما تقدر تكمل فترة الحمل كاملة وتسقط وتشيل وتصير بعض هذه المشاكل. فانتظروا إلين يصير عمرها 10 شهور، هذا هو الوقت المناسب، بيكون هذا الوقت وقت مناسب، ما في أي مشكلة إنها تتزاوج. تحت كذا يفضل نأخرها عشان إذا تزاوجت ما نواجه أي مشاكل. في اليوم عندنا زيتونة ورومي، وشوفوا هذا المشط قبل شوي كنت مشطهم. طبعا زيتونة مي طالبة تزاوج، ورومي طالبة تزاوج هذه الأيام، وواضحة عليها علامات التزاوج كلها. فبنشوف في فيديو اليوم علامات التزاوج مع رومي، وبوريكم الفرق بين أنثى تطلب التزاوج وأنثى ما تطلب التزاوج عشان ما تلخبطون، ولأن في علامات قريبة من بعض، فإن شاء الله أنكم تستفيدون. بس قبل ما نشوف علامات التزاوج مع القطة رومي، أتمنى كلكم تضغطون زر اللايك وخلونا نشوف علامات التزاوج. طبعا هذه رومي، اول علامات التزاوج هو المواء بصوت عالي. طبعا هي ساكته الحين لانها في البيت، بس بعد شويه بطلعها برا عشان اوريكم الصوت اللي تطلعه. وثاني شيء شوفوا كيف اول ما امسح على ظهرها تحرك رجولها وتثبت مكانها وتنزل من قدام، هذه اكبر علامه على علامات التزاوج، لان في بساس ما تطلع اي صوت فيه. لان في بساس ما تطلع اي صوت في فتره التزاوج، يعني الملكه اذا صارت تتزاوج ما في اي صوت ولا اي شيء يدل الا هذه الحركه اذا لمستها فقط لا غير. يعني شوفوا حتى لو كانت جالسه وحاولت المسها من وراء تتحرك وتتفاعل، ولكن الانثى اللي ما تطلب التزاوج تمسكها يعني تتفاعل بشكل طبيعي وهي واقفه وتمشي وما يكون في اي رده فعل قويه بعكس هذه الانثى. وبوريكم الحركه بشكل اوضح وبتصوير اوضح عشان تعرفونها بالضبط. وثاني شيء البسة في هذا الوقت تكون حنونة جدا وتكون أليفة وتلاحقكم وتمشي وراكم. ثاني شيء الأكل يخف، يعني رومي من أمس إلى الحين ما أكلت أبدا، بس تشرب موية بشكل خفيف وتدور في البيت وتدور في الحوش وتقعد تماوي وزي كذا طفشانة على طول. فهذه أكبر علامات التزاوج وتوضح عند الإناث كلهم. وزي ما قلت لكم بعض الإناث ما تطلع أصوات عالية، ولكن يكون واضح في حركاتها وأنها تحاول تهرب من البيت. يعني رومي صارت تجلس برا تحت عند الباب عشان أي حد يفتح تطلع، بس الحمد لله يعني كلنا منتبهين عشان ما تشرد. فشوفوا كيف الحين بمسكها على طول، تجلس نازلة من تحت وترفع نفسها وتحرك رجولها، فهذه علامة هي علامات التزاوج، فتكون واضحة جدا جدا بعكس البساس العادية زي ما بتشوفون في الفيديو قدام. يعني بصور لكم الفرق بين رومي وزيتونة إذا مسكناها من فوق وبتشوفون. وثاني شيء من أكبر طبعا من أكبر علامات الثانية هو تساقط الشعر. يعني البسة في فترة التزاوج يتساقط شعرها بشكل غزير لأنها ما تأكل كويس، وفي نفس الوقت تكون قلقانة والهرمونات عندها متغيرة. شوفوا الشعر في كل مكان، شعر يعني يتساقط أكثر من الملكة. فأنا بس أنتظرها لين تحمل عشان أحلقها، وبعد كده تولد عشان ما نواجه مشاكل. شوفوا هذا كله شعر من رومي، شوفون كيف شعر يطيح بشكل غزير في كل مكان، شوفون في كل مكان شعر. طبعا أنا حاط هنا بس زيتونة ورومي لوحدهم وسكر وتايجر برا عشان ما يتزاوجون، لأن ما ينفع تزاوج الأخوان، في مشكلة ممكن الجنين يطلع معوق أو تواجه مشاكل في الحمل. فإذا عندكم ساس أخوان لا تخلونهم يتزاوجون أبدا. أنا جالس أنتظر أجيب ذكر جديد عشان يتزاوجون. مثل ما تشوفون شوفوا كيف ما أحد لمسها ولا شيء، ثابتة على هذه الوضعية اللي هي وضعية التزاوج. فإذا ساوت هذه الحركات معناتها أنها تطلب تزاوج، ولازم تزاوجونها إذا كانت عدت عمر 10 شهور. تحت 10 شهور أخروها، ولكن بعد 10 شهور يفضل تزاوجونها، ولو أخرتوها مرة مرتين مو مشكلة، ولكن يفضل ما تكثرون في الموضوع، لأن هذا الشيء ممكن يسبب لها التهابات في المسالك والتهابات داخل، فأنتوا في غنى عن هذه المشاكل، فخلوها تتزاوج. أو إذا ما تبغون تتكاثر ممكن تساوون عملية التعقيم، ولكن أنا عن نفسي بإذن الله بخلي رومي وزيتونة يتزاوجون ويجيبون أولاد، لأن هذه أول مرة لهم وحاب إنهم يجربون شعور الأمومة، وأبغى أشوف شكل أولادهم. ولكن باقي أنتظر أجيب ذكر مناسب، لأن زي ما قلت لكم سكر وتايجر ما ينفع لأنهم أخوانهم، ولا ينفع يتزاوجون الملكة لأنها أولادها.
فلازم نجيب ذكر جديد عشان ما نواجه مشاكل مع الصغار قدام إعاقات أو نزيف أو البساس تموت أو تكون مناعتها ضعيفة. في مليون مشكلة بسبب تزاوج الأخوان أو الأقارب، انتبهوا من هذه النقطة. ومع جميع الحيوانات يعني حتى الهامسترات اضطريت أني أجيب ذكر من برا عشان يتكاثرون، مو نفس الأبو، فانتبهوا على هذه النقطة. والحين بصور لكم الأشياء أو بصور لكم علامات بشكل أوضح عشان تحفظونها بشكل كويس، وفي نفس الوقت بطلع رومي برا عشان أخليها تماوي وتسمعون صوتها كيف هو صوت التزاوج عشان تعرفونه. والأنثى والذكر نفس الصوت. أنا الحين بدخل سكر وتايجر عشان تشوفون علامات التزاوج عند الذكور، لأن علامات التزاوج عند الذكور تقريبا كلهم واحدة وتكون واضحة بشكل أكثر من الإناث بمراحل. شوفوا زيتونة ذحين، شوف ذا الحين رومي تبغى تحاول تطلع عشان برضه تدور ذكور للتزاوج. خلوني ادعي سكر وتايجر. بس 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 بس. سكر تايجر. تايجر تايجر تعال يلا الحين بيجي تايجر. طبعا علامات التزاوج عند الذكور في اغلب الاوقات هي ثلاثه. اول شيء المواء بصوت عالي على طول يماوي ويدور في الحوش، ويعني يحاول يطلع من البيت، يحاول يطلع برا في الحوش. ثاني شيء ان هي طريقه الرش. طبعا الحمد لله الحمد لله سكر وتهجر ما عندهم هذه المشكله اللي هي الرش. في بساس تكون بساس يعني مؤدبه زي ما يقولون، يعني في سكر وتهجر الحمد لله من هذا النوع اللي ما يرشون، ولا في بساس ثانيه، ولا في بساس ثانية الذكور ترش في كل مكان عشان تطلع ريحة معينة تجذب الإناث عشان التزاوج. فهذه مشكلة يواجهونها أغلب المربين خاصة اللي عندهم بساس ذكور، لأن هذه المشكلة خاصة بالذكور. فهذه ثانية علامة من علامات التزاوج اللي هي الرش. وفي بساس ما ترش ولكن سكر وتاجر ريحتهم يعني هم جدا سيئة، نفس هذه الريحة بالضبط، مع أنه ما يرشون ولكن هذه الريحة يفرزها جسمهم بشكل طبيعي ولا إرادي عشان تجذب الإناث لها، ولأنها بلغت في هذه الهرمونات حقتها كذا. فهذا الشيء ما نقدر نتخلص منه إلا بالتعقيم، وأنا برضه ماني حابة أعقمهم. اسمعوا هذا الصوت، سكت الحين، تسمعون هذا صوت سكر يبغى يتزاوج. هذا هو صوت التزاوج عند الأنثى، وعند الذكر نفس الصوت. طبعا ثالث علامة مع التزاوج هو أن يطارد أي أنثى يشوفونه. شوفون كيف يطاردون أي أنثى يشوفونه. شوفوا سكر وتاجر. الحين لازم اطلع برا عشان اوريكم. طبعا شوفوا زيتونة لانها ما تبغى تتزوج ما تتاثر بالموضوع كامل، مهما يطلعون صوت مهما يطاردون او شيء هي بعيدة عن الموضوع. ولكن رومي تسمع الصوت على طول تطلع برا تدور لهذا الصوت، ولكن ما تخلي سكر يقرب منها تضرب على طول في هذا الشيء لانهم اخوان وهذا شيء طبيعي. فعشان كذا لازم اجيب انثى سكر ولازم اجيب زيتونة، حياتها طبيعية، تعالي تقعد تلعب مبسوطة تاكل شهيتها مفتوحة ما عندها اي مشكلة. شوفوا كيف اللعب والحركات. فهذا اذا الانثى ما تبغى تتزوج تكون كذا طبيعيه، حتى اذا لمستها من فوق ما تساوي نفس حركات زيتون. شوفون كيف ثابته عادي، وحتى لو رفعت ذيلها ترفع جسمها كامل، ما تكون نفس وضعيه رومي. اعتذر اذا قاعد اكثر كلام بس لان في اسئله كثير كثير تجيني عن هذا الموضوع، ولازم افهمكم كل النقط حتى لو اعيدها 20 مره، اهم شيء تفهمون، ولان هذا الشيء بيساعدكم ان تكون بساسكم مرتاحه وتعرفون تتعاملون معها. لان في كثير بساسهم تبغى تتزوج وما يعرفون انها تبغى تتزوج، يقولون بستنا تصيح كثير، بستنا تعبانه، بستنا ما تاكل، والسبب كله هو التزاوج. فحاب اعلمكم معلومات على قد ما اقدر. الحين بنطلع نشوف الشله برا ونشوف ايش يصير. اللي يسالون عن الصغر باقي موجودين، طبعا ما عندهم تزاوج ولا شيء الحمد لله، باقي صغار. وللاسف هذه جتها فطريات، بس هذه الفطريات اللي جتها مو بسبب عدوى او بسبب وساخه، هذه بسبب مناعتها. مناعتها جدا كانت منخفضه مثل ما تشوفون عند العين فوق، كل العينين عندها نقطتين كذا، بس الحمد لله الحين تشافت وتعافت والشعر بدا يطلع. اول كانت صلعه ما في ولا شعر عند العيون، كان شكلها مره يضحك، وجتها بسبب قله المناعه. الفتره الاخيره اهتميت بالتغذيه، صرت اعطيها فيتامينات مثل هذه المكافئات اللي فيها فيتامينات وفيها اشياء كذا، فتحسنت مناعتها والحمد لله تعافت بدون استخدام اي علاج. لان كيف اكتشفت انها فطريات بسبب قله المناعه؟ لان القطط الثانيه ما صار لها اي عدوى.
الفطريات إذا كانت بسبب وساخة أو بسبب عدوى تنتقل بين البساس كلها على طول، ما تقدرون توقفونها وتنتقل في البسة في أكثر من مكان، ولكن البسة ظهر فيها في مكان واحد وفي نفس الوقت أخواتها وأمها ما صار لهم أي شيء، فهذه دليل على قلة المناعة. اهتموا بالمناعة، كيف اهتموا بها؟ بالتغذية، بالفيتامينات، بالتنويع في الأكل، بالتشميس، بالتنظيف الدائم. هذا الشيء خلي بستكم قوية وإن شاء الله ما يصير لأي شيء. فأعرف إني تأخرت بس حبيت أعطيكم هذا الموضوع لأن في كثير يسألوا عنه. هذه ملكة الصلعة يا ملكتي، حتى الملكة تبغى تتزوج، بس شوف الملكة هذه الأيام ما تأكل، ما تطلع صوت ولا تسوي شيء، بس ما تأكل. وإذا صارت وحدة تسوي هذه حركة نفس رومي، بس إذا صارت مع البساس تخاف، ولأنهم كلهم يبغى يرضعون، يبغى يرضعون حتى الكبار، فتجلس على طول متوترة. إذا صارت لوحدها تبان علامة التزاوج عليها بشكل خفيف، فلازم نجيب ذكر عشان حتى الملكة. طبعا أحتذر، الإضاءة هنا مية قوية، بس هذا أقوى شيء. مثل ما تشوفون رومي كيف جامدة على نفس الوضعية، وسكر وتايجر جالسين يطاردونها ووراها على طول يطلعون أصوات. فهذه علامات التزاوج عند الذكور وعند الإناث، جدا جدا واضحة. شوفوا زيتونة ما تبي تتزاوج، طبيعية جدا. رومي كيف وضعيتها وكيف حركاتها. طبعا أنا تراجعت عن قرار أني ببيع سكر وتايجر. أول شيء أنا والله ما قدرت أتخلى عنه، في كثير تواصلوا معي، يعني سكر جاب لي مبلغ جدا كبير ولكن ما قدرت أبدا أبدا. طبعا السبب الأول أني تعلقت فيهم وماني قادر أتخلى عنهم، لأنهم بساس جدا مميزة ومتعلقين فيني وأنا متعلق فيهم. وشوفوا كيف سكر، روحناك يلا. طبعا سكر باقي صغير 10 شهور، يعني حتى لو تزوجها ممكن ما تحمل. الذكر بعد 11 شهر أو بعد ما يكمل سنة يكون جاهز وممتاز للتزاوج، ولكن أصغر من 11 شهر و10 شهور يكون باقي صغير، وحتى لو تزوج يعني احتمال الحمل يكون ضعيف جدا، فما عليهم خطر كبير، وخصوصا الرومي أساسا تضربهم ما تخليهم يعني. فأنا تخليت عن قرار أني ببيع سكر وتايجر، حتى الفيديو اللي نزلته عن هذا الموضوع حذفته، لأني سويت غرفة هنا صراحة اضطريت أساوي هذه الغرفة لأن وضعهم في البيت جدا صعب، وتكون هذه الغرفة البساس. توني خلصتها، شوفوا حتى باقي الأغراض حقت العمال توهم اليوم خلصوها. فإن شاء الله بأخذكم بالتفصيل في هذه الغرفة من أول ما أركب النور إلين ننقل البساس، وتشوفون كل التفاصيل. فانتظروا الفيديوهات الجاية، بتكون حماس حماس حماس. هذه الملكة جت، والحمد لله الأيام هذه الأجواء يعني كويسة، مو برد أو رياح قوية، الأجواء هذه كويسة الحمد لله. في الملكة ما تبرد تطلع برا مثل ما تشوفون، أي بس أي شيء يقرب من روم يتساوي نفس هذه الوضعية، وتايجر يجلس طاردها، فهذا الشيء جدا متعب. الفيديوهات الجاية لأني بجيب ذكر جديد للمجموعة، الذكر هذا ما بخلي عندي، بس بجيبه للتزاوج وبعد كذا برجع لأصحابه. فانتظروا الفيديوهات الجاية عشان بتشوفون كيف بعرفهم على بعض وكيف بنخليهم يتقبلون بعض ويتزاوجون، علامات اللي تدل عن القطة تزاوجت، وبنتعلم مع الوقت علامات الحمل وكل التفاصيل. فخلوكم معي الأيام الجاية وخلونا نكمل باقي الفيديو. أتمنى إذا باقي تتابعون تضغطون زر اللايك، اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين. وحاب أذكركم آخر نقطة، هذا انستغرامي الاسم واضح الشاشة والرابط تحت في صندوق الوصف، حياكم، أنزل صور وفيديوهات وأخذ آراءكم وتصويتكم في المواضيع والفيديوهات اللي حاب أسويها الأيام الجاية. فخلونا نكمل الفيديو. طبعا مثل ما تشوفون هنا جالس أحاول أقرب لكم الصورة عشان تكون واضحة لكم. فأول ما تلمسونها ترفع جسمها من وراء وجسمها من قدام يكون نازل على أي حركة خفيفة، وتحاول تحرك رجولها في نفس الوقت. فمثل ما تشوفون رومي واضحة جدا عندكم، حتى شلت يدي باقي على نفس الوضعية لمدة كم ثانية، وترجع على طول أول ما ألمسها تساوي نفس الوضعية. فهذه هي أكبر علامة من علامات التزاوج عند الإناث. فأول ما تشوفون هذه العلامة جيبوا ذكر، لأن الأنثى تحتاج التزاوج في هذه الفترة. وزي ما قلت لكم ممكن تأخرونها مرة مرتين، ولكن أكثر من كذا هذا الشيء ممكن يسبب مشاكل للقطة. ثاني شيء الشعر اللي يتساقط من أكثر العلامات اللي تكون في فترة التزاوج وبعد الولادة، فلأن الجسم يكون ضعيف والتغذية تكون ضعيفة في التساقط يكون من أكثر علامات الواضحة. طبعا حاولت أني أوضح لكم الحركة على قد ما أقدر وأطول اللقطة عشان كلكم تعرفونها. فهي جدا واضحة، تختلف عن إذا تعس بسة أو تكون البسة مبسوطة أو ترفع جسمها. فالحين بأوريكم زيتونة كيف شكلها وكيف الاختلاف بينها وبين رومي. فأتوقع رومي جدا واضحة، ويا رب تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وهذه زيتونة مثل ما تشوفون ما في أي تفاعل، بالعكس مبسوطة ومسترخية وتبغى أحد يمسكها يلعب معها، ما ترفع نفسها أو ما تثبت على وضعية معينة، ما تتفاعل مع أي حركة أو أي لمسة.
فوضعها جدا جدا طبيعي. فهذا الفرق بين الأنثى اللي تبغى تتزوج والأنثى الطبيعية. طبعا ممكن ترفع جسمها شوية، ممكن تدفعها شوية، بس مو بطريقة الأنثى اللي تبغى تتزوج، مثل ما شفتوا الفرق بين رومي وبين زيتونة. أعتذر إذا في لخبطة شوية، ولكن صراحة الفيديو هذا أخذ مني شوية وقت لأن سكر وتايجر تعبوني مع الإناث. الحين بأخليكم مع مقطع بسيط الرومي وهي تطلب التزاوج والصوت الخاص بالتزاوج عشان يكون عندكم خلفية أوضح عن هذا الموضوع. بكذا أكون وصلت نهاية فيديو، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا أن ضغط زر اللايك والاشتراك، نشركم للفيديو هو أكبر دعم للقناة. أشوفكم فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.